السلام من الله عليكم ورحمته متابعين الرائعين في حلقة جديدة. النهاردة إن شاء الله هنقارن ما بين أقوى محركين في العالم، محرك الجرار الهنشل في المقام الأول ومحرك الجرار الجنرال كما يطلق عليه أو الجي إي جنرال إلكتريك، الجرارات التي تم توريدها حديثا. هل هناك تشابه بينهم أم أنهم مختلفين؟ وهل أنهم من شركة واحدة أم من شركتين مختلفتين؟ والسؤال الذي تنتظرونه جميعا، أيهما أكفأ؟ أيهما أكفأ في الأداء وأوفر في استهلاك الصيانة وأقل تكلفة في الصيانة؟ تساؤلات كثيرة تطرح نفسها على الساحة، فيلا بنا سريعا كي لا أطيل على حضراتكم.